رجعنا وياكم بعد الفاصل ومكملين ضيوفنا بنات الكويت اللي ما شاء الله عندهم انجازات، وضيفه اخرى ياسمين القلاف ناشطه في مجال التوحد وايضا مؤسس ملتقى اصدقاء ياسي. حياك الله واهلا وسهلا. في سلام. بدايه الحلقه تكلمنا عن الدور البطولي اللي انت قدمتيه لمن كنتي تختارين مدرسه لابنك وصنعتي له هذه المدرسه. اول شيء الله يكثر من امثالك، الله يسلمك. واحنا كلنا وكل كويتي فخور بمثال حي قدامنا امام الكاميرات. يعطيك العافيه، مشكورين على هالاستضافه الحلوه. حياك الله، منورتنا. في البدايه خلينا نبتديها مع بدايتك في مجال التوحد، شلون كانت؟ انا والله مثل ما تقولين كنت صفحه بيضاء في مجال التوحد، كنت ما اعرف ولا شيء، شنو يعني مصطلح التوحد حتى ما كنت اعرفه. فسبحان الله ياسين كان سبب من الاسباب اللي خلاني اتعمق في هذا المجال، حتى كنت ادرس واتخصص وابحث في مجال التوحد حتى اساعده هو في الدرجه الاولى. والحمد لله، الحمد لله رب العالمين. اليوم يسعدني ان انا اكون ملهمه لامهات ثانيين غيري انا، يعني امهات ثانيين قاعد يستفيدون من خبرتي، قاعد افيدهم، قاعد يستشيروني، فالحمد لله. ياسمين، انت شو عرفتي ان ولدك فيه توحد؟ هو علامات التوحد طبعا يكون عند الطفل ضعف في التواصل الاجتماعي، ضعف في التفاعل الاجتماعي، وعندهم نمطيات معينه مثل استخدام الرفرفه، رفرفه الايد، او يدور حوالين نفسه. انا ياسيني كان في نظري طفل ما عنده اي صعوبات، بالعكس حتى كنت اشوفه وايد متميز، كان طفل احسه اذكى من الاطفال اللي بعمره. لكن سبحان الله احنا كنا عايشين في بريطانيا، ردينا الكويت 10 ايام عطله، فالعشر ايام تحديدا كل صفات التوحد ظهرت عليه. طبعا انا ما كنت حاطه في بالي انهم صفات توحد. كأول مثل شنو؟ بدايه كان يمشي على اطراف اصابعه، كنت اناديه ما يرد، حتى لدرجه كنت اقول حق حماي اقول له ياسين حسسني ان اسمه مو ياسين من كثر ما اناديه ما يرد، وما كان اساسا يشعر بالمحيط اللي حوالينا. فقد التواصل البصري، ياسين كان عنده 5 كلمات يستخدمهم في التواصل معانا فقدهم، فاصبح كانه مو موجود معانا في البيت. يعني شخص جدا هادي، بس النادي حق الحليب يرد علينا، غير كذي لا. وقام يهتم اكثر في الادوات اكثر من كنا احنا كاشخاص، كامه كابوه. كان متعلق حيل بالارقام والاحرف، وهذا كان شيء جدا غريب حق طفل بعمره. عنده اهتمام حيل بالتليفونات، بالتكنولوجيا، فكانت هذه اغلب الاعراض اللي لاحظناها عليه. بس بصفه عامه حق الاهالي، يكون عند الطفل تاخر في اللغه، طفل ممكن ما يتكلم، او ممكن يتكلم لكن بموضوع معين تلقينا دائما يردد هذا الموضوع، او طفل مثلا تلقينا متعلق بغطيه الاقلام، متعلق ببطانيته، تواصل البصري نفس ما قلنا يكون معدوم او محدود، او عديد من العلامات. يعني هذه من علامات، لان تعلق الطفل بشيء هذه معروفه. يمكن مع التوحد يكون متعلق فيها بزياده، يعني مثلا طفل ما يقدر يستغني عن بطانيته، هذه البطانيه تكون معه بكل مكان. طبعا في علامات ثانيه، هي نفس ما قلنا هو مضلع توحد، ثلاث اضلاع، ضعف في التواصل الاجتماعي، ضعف في التفاعل الاجتماعي، يعني مثلا لما تيجي تدلدغه ما يضحك، لما تيجي تناديه ما يرد عليك، وغير كذي نفس ما قلنا الرياكشنات تكون دائما احيانا يكون مثلا مبالغ فيها، واحيانا تكون يعني غير ظاهره على الطفل. زين ياسمين، احنا اللي عرفنا، ما ادري اذا الكلام صح ولا لا، انت بحثتي عن مدرسه، يعني اي نعم صححي لي هذه الجمله، انت بحثتي عن مدرسه لعلاج ابنك. اي نعم. وما حصلتي عليها، هل هذا صحيح؟ هو انا طبعا بالنسبه حق المدارس كنا بالضبط رحله غوص تبحث فيها عن لؤلؤه. زين. المدارس الحمد لله احنا موجودة، في نعمه موجوده بالكويت، لكن انا شفت في ياسين ما شاء الله انه هو قادر على انه يتعلم علوم اكاديميه، صحيح هو عنده توحد، عنده قصور في النواحي الاجتماعيه، لكن تعلمه الاكاديمي جدا ممتاز. عنده اهتمام بالتكنولوجيا واهتمام بالارقام والاحرف من هو وصغير، حتى كنت انا اتضايق من عنده، كان عنده كروت ارقام واحرف دائما يستخدمهم، فكان ودي اخذهم واشيلهم واقطهم، بس هذول كانوا مدخل حقنا، حق ان احنا ندخل عالمه. سبحان الله تعلم القراءه من عمر صغير، من عمر لما بلش يتكلم، هو طبعا بلش يتكلم ب3 سنين ونص، هني بلش يقرا. فطبعا عنده هذه القدرات والسكيلز، فلما جيت انا الكويت انصدمت انه مو كل اطفال التوحد يقدرون انه يحصلون على شهاده تخليه يدخل جامعه بعدين. صحيح. فصحيح هذا التفكير وايد مستقبلي وايد بعيد، بس انا في نظري هذه النقطه وايد مهمه طبعًا. عشان بالمستقبل تكونين حاطه لها بال. اي نعم. فانا لما شفت اغلب المدارس، حتى اتذكر دخلت احدى المدارس ما بيذكر اسمها، بس كان اول طراق حقي لما قلت لها انتم تعطون شهادات يدخلون فيها جامعه، كانت تقول انت وين قاعده.
فكان يعني استغربت الوضع، مع انه في بريطانيا في احنا في اطفال توحد مثل ما احنا مختلفين فيما بيننا، اطفال التوحد كذلك مختلفين فيما بينهم. ففي اطفال عندهم القدره على تلقي العلوم الاكاديميه، في اطفال منهم لا، اللي تكون الحالات الشديده عنده لا ممكن بس تاهيل مهني، او في منهم حتى ما يناسبهم التعليم الحكومي. صحيح. ياسمين، يمكن يعني اغلب الشخصيات اللي يكون عندهم اهتمام في مجال التوحد بالاخص دائما ما تلقين انه يكون عندهم حاله في البيت، يا مثلا احد من اخوانهم يا واحد من عيالها. صحيح. ما قاعد نشوف، وتحديدا في المجتمعات الخليجيه ما قاعد نشوف في تركيز على هذه الحالات، ما ابي اسميها مرض، هي على هذه الحالات، وشو ممكن انهم يهيئونهم في بيئه قادرين انهم يكونون موجودين فيها، شو السبب؟ هو اول شيء قبل كل شيء احب اقوله هو مو مرض، احنا ننادي اضطراب طيف التوحد، وهو حاله. بالنسبه الحين الاهالي ما شاء الله صار عندهم شويه وعي، قاعد نشوف في اهالي وايد قاعد تطلع، قاعد يعني تحط بالها على عيالها، الوعي شوي قاعد يزيد في المجتمع. واحنا بعد هم قاعد ننادي يعني الناس تخاف من نظره اللي حولهم علشان كذي. انا عندي وايد اهالي، عندي صراحه وايد حالات دق علي، مثلا في بعض الاهالي حتى بعض الامهات ريلها يقول لها لا تقولين حق احد ان البنت عندها توحد، لانه يخاف عليها من نظره المجتمع، يخاف باكر ما تتزوج. بس حرام، لازم الكل يدري، لازم حتى انت تحط لها خطه تسعى تطور من حالتها. اكيد في ناس وايد تخاف من نظره المجتمع ما تحب. انت مع ان الكل يدري ولا ممكن لا. الاهل يدرون ويحاولون انهم يعالجون هذه المشكله؟ هو انا عاده شنو اقول حق نفسي، ليش احنا ما عندنا قضيه؟ مثلا خلينا نتكلم عن اطفال التوحد اللي نسميهم من القدرات العاليه، زين، اللي هو قادر يتواصل، قادر يتفاعل، لكن عنده مشاكل بسيطه. اغلب الاهالي اللي عيالهم يكونون ضمن هذه الفئه ما يفضلون ان يقولون حق الناس ان عيالنا عندهم توحد. لذلك اللي لاحظته أنا أن نظرة المجتمع حق أطفال التوحد هي النظرة اللي بس حق الحالات الشديدة، لأن مو الباج مو الكل قاعد يتكلم عن الحالات الثانية. فأنا مع أأيد أن المجتمع ضروري يعرف هذا الشخص عنده توحد. الطفل نفسه لما يكبر ويصير عنده القدرة على أنه يفهم شنو يعني توحد، ضروري هو يعرف أنه عنده هذا الاضطراب، حال حال الشخص اللي عنده مثلا مرض السكري أو القلب أو أي حالة ثانية، شلون هو يعرف أنه هو عنده هذه الحالة، فمن كذي يقوم قادر على انه يتعامل معها. حلو. زين، نبي نتكلم عن نظام اسمه بيكس. اي نعم. شنو هذا النظام وشنو اللي خلاك تتعلمين هالنظام؟ هو انا نفس ما قلت في البدايه ان ياسيني ما كان يتكلم، هو بعد ما كان عنده 5 كلمات خسرهم فما قام يتكلم. فلما كنت اتعامل مع الاخصائيين هناك قالوا لي على هذا النظام. نظام بيكس هو نظام التواصل من خلال الصور، يستخدمون الافراد اللي ما يقدرون يتكلمون، نفس شلون عندنا لغه الاشاره، فهذه لغه الصور. بالنسبة حق لغة الإشارة يمكن يستخدمونها أكثر الصم والبكم. حق الصور الأطفال اللي يكون يعني أطفال التوحد غالبا ما يكون عندهم مخيلة عشان يعرف مثلا أن هذه الإشارة تعني بسكوت، فنظام الصور أسهل حق طفل التوحد في استخدامه. طبعا أول ما قالوا لي عنه أنه ضروري أن أستخدمه مع ياسين قلت لا ما أبي أستخدمه كلش، أبي أطور منه. ها؟ أول يعني تغيرين يعني الفكرة. قلت ردت فعل بالي انه شنو ولدي طول عمره بيظل يتواصل بنظام الصور. وبعدين حتى الاخصائيه كانت اثناءها محبطه فقالت لي ان هذا راح يظل صوت ياسين طول عمره. لكن اثناءها قمت اناقش نفسي فقلت كل واحد سبحان الله لا صوته، انا لي صوتي واقدر اوصل اللي انا ابي من خلال هالصوت، فهو من حقه يكون عنده وسيله يتواصل فيها مع الاخرين. احنا الحين نشوف وايد اهالي شوي يمكن هاملين هذا الجانب، ظنا منهم نفس لما كان عندي هذا المعتقد انه والله ولدي لو استخدم نظام الصور ما راح يتكلم. صحيح. لا بالعكس طبقته معه ودخلت فيه دوره تخصصت فيه، فالحمد لله ساعدت ياسين فيه وكان يتواصل بنظام الصور والحمد لله. كم عمره الحين؟ تكلم ياسين 7 سنوات. 7 سنوات. الله يخلي لك اياها. الله يسلمك. طيب ياسمين، خلينا نرجع لموضوع التعليم. بعد ما انت خضتي هذه التجارب ورحتي شفتي المدارس، بعدها اتجهتي للتعليم المنزلي. هو فعلا انا ما كان في بالي ابدا في يوم من الايام ان انا ادرس ياسين بالبيت، لكن ياسين كان ملتحق بمدرسه خاصه ما هي للفئات، ما هي لذوي الاعاقه. في يوم من الايام رحت اخذه من المدرسه فشفت شغله صارت، ما احب اذكرها بالاعلام، لكن شغله صارت في هذه المدرسه، فمن يومها قررت اني انا ادرسه في البيت. ايضا كانوا وايد محبطين داخل المدرسه المدرسين اللي معاه،
الأخصائية الاجتماعية هناك كانت تقول لي كيف بدك تعلميه؟ شلون راح يقرأ؟ شلون راح يكتب؟ وهو كان وايد ياسين وايد حركي، وكان أثناءها ما يتكلم، كان عنده شيء اسمه إيكوليليا المصعدات، فكان ينقل شنو يصير في المدرسة ينقله في البيت، فكنت أعرف أخبار المدرسين والبلاوي اللي تصير هناك أعرف أخبارها من خلاله، فهم ما كانوا غافلين عن هذا الجانب. حتى الانتقادات اللي تجينا، أنت نوتي، هو يقول أنت نوتي أنت نوتي، فأنا أدري أنه قايل لي كذي بالمدرسة. فمن يومها طبعا كان صعب، أنا طلعت من المدرسة شهر 3، فكان صعب أن أنا ألحقها بمدرسة ثانية، فضروري أني أنا يعني أملي وقت الفراغ اللي عنده. فالحمد لله لما قعدت باشرته أعطيته وقت زيادة طول الصبح، كنا طبعا أنا مستقيلة من دوامي، فقعدت لا الحمد لله الولد تطور. وأساسا كنت لما أخذه من المدرسة فترة الظهر كانت كرايسز، بس يبكي لمدة ساعة، يبكي ساعة كاملة، أنا ما أدري شنو السبب، بس يكون أكيد من ضغوطات المدرسة إنه لازم يقعد على الكرسي 40 دقيقة ما يتحرك، ومن الكلام اللي يسمعه. فلقيت لا في تحسن. ياسمين أنت طلعتي من دوامك علشان ولدك؟ إي نعم. ولا كان في لك هدف ثاني؟ لا عشان ولدي. عشان ولدك. إي نعم. زين ما شاء الله عليك، أنت مؤسس ملتقى أصدقاء ياسين. ياسي. ياسي. ياسي سمي. إن شاء الله لا نجاحات بالمستقبل. ولو سميته ياسين على ولدك يستاهل. إنزين. لا هذا على اسمي. وعندك شيء ثاني بعد، رئيسة شنو؟ أنا رئيس فريق أكسبت أوتزم. إنزين كلمينا عن الفريق هذا، وكلمينا عن الملتقى اللي يصير وأصدقاء ولدك اللي دائما أو بموضوع شهر. أو أصدقائي أنا. أو أصدقائك أنت. هو ملتقى أصدقاء ياسي مهتم في أولياء أمور أطفال التوحد، وأي شيء نقدر نساعد فيه الأسر على رفع معنوياتهم، تحسين مثلا من طريقة أدائهم مع عيالهم، استشارات وكذي. جت الفكرة بداية أنا عندي جروب بالواتساب، فكنت أشوف الأهالي شلون دائما يعني يطرحون مشاكلهم، استشارات، نفيد بعض. فكان أول ملتقى عبارة عن شنو؟ ورشة يوغا حق الأمهات. فشفت أثرها، يعني لاحظت الأثر على الأمهات، وايد كانوا مستانسين، وايد حبوا اليمعة نفسها. فمن هذا اليوم لا قررت أن يكون لنا ملتقى شهري نتيمع فيه، أنادي فيه أخصائيين يقدمون فيه ورش عمل تطوعية، أنا أقدم فيه ورش عمل تطوعية كذلك، نادي فيه محفزين، أي أحد يقدر يفيد الأهالي في هذا المجال. نعم، هل هذه الملتقيات كانت سلسلة واحدة من حلقاتها هي حلقة نقاشية بعنوان التوحد بين التوعية و التقبل؟ هذه النوع من الملتقيات والحلقات النقاشية ايش كثر هي ممكن تفيد الأهالي؟ الحلقة هذه قدمتها أنا كخدمة مجتمعية حتى نرفع فيها نسبة الوعي، ونفس ما قلت في البداية أن بعض الأشخاص أو الناس عموما المجتمع فاهم التوحد له صورة واحدة، فأنا من خلال هذه الحلقة النقاشية أبي أوضح لهم أن مثلا في عندنا بيل جيتس عنده توحد، فنبي نوري المجتمع أن ترى التوحد درجات، ما هو درجة واحدة نفس ما أنتم فاكرين. يعني ممكن تشوفون شخص يتواصل يتكلم يتفاعل، لكن ممكن يتصرف تصرف اجتماعي غير لائق أو غير مرغوب، أو تستغربونه، فالناس تبتدي تلوم الأهل على طول. مثلا بالسوق ممكن ياهل يرمي يقط نفسه بالأرض، يبكي يصرخ يرفس أمه وأبوه، فالناس تستغرب تحط يعني بنظرها أن لا، الأهل مو عارفين يسيطرون على ولدهم. صحيح. فما يدرون أن هذا الطفل عنده توحد، لأن شنو أصعب الإعاقات؟ الإعاقات اللي ما نقدر نشوفها بعيوننا. صحيح. فهذه كانت فكرة الورشة هذه. ممتاز، وصلنا حق النهاية تقريبا، والسؤال الأخير اللي آخر تطلعات إن شاء الله، وأنت حاطة في بالك أمور في المستقبل وأمنيات إن شاء الله تبين تحققينها وحطتها في الذهن على قولتهم. أنا أتمنى في المستقبل، هو ترى التعليم المنزلي ما هو سهل، هو وايد صعب. صحيح. والحين قاعد يصعب علي زيادة، كون إن أنا هم أبي أشوف يعني أبي أسوي أشياء ثانية، إنجازات ثانية. فأتمنى في المستقبل أن يكون في مدرسة خاصة حق الأفراد من ذوي التوحد اللي قدراتهم قادرين على التعليم الأكاديمي. عندك هذه واحدة من الأمنيات. أنت المفروض تسوينها إن شاء الله بالمستقبل. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله عسى الله يوفقك إن شاء الله ويوفق ولدك. الله يسلمك. وتشوفين هذه الإنجازات مثل ما ذكرتي قبل شوي، راح أشوف الإنجازات عنده لمن يكبر. عسى الله يوفقك إن شاء الله. الله يسلمكم، مشكورين على الاستضافة. حياك الله. إحنا راح نكون متواصلين معاكم في آخر فقرة من حلقتنا اليوم من بعد هذا البريك.